إن العينين المبثوثتين في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين لا تقرص في سبيل الله، لحماسة مع هاتين العينين دور وتطبيق. أما الدور فهو أنه عبر 60 عاما فقه الأمة في النحو وحطنا على فقه اللغة ومعانيها، الأمر الذي يفترض معه أن نبقي خشية لله إذا فهمنا. أنا إبراهيم خلف، كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، الإذاعة المصرية. والله لقد دعاني السيد الزميل الأستاذ الدكتور علاء رأفت عميد الكلية إلى حفل تأبين عالم الأمة وفقيدها الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، التي تعقد له الكلية اليوم 14 من شهر فبراير عام 2016 حفل تأبين، وقد فقدته الأمة الإسلامية في أواخر اللحظات الأخيرة من عام 2015 يوم 31 ديسمبر من عام 2015. وهو لعلمه أنني كنت من أحد تلامذة هذا الفقيد الراحل ومن محبيه ومريديه، باعتباري أولا تلميذا من تلاميذ دار العلوم، وباعتباري ثانيا مذيعا بالإذاعة المصرية. كانت له معي دراسات أو مساجلات أو تسجيلات، فقد دعاني لهذا الحفل وقد تشرفت، وأنا حزين بإلقاء كلمة أعتقد أنها جزء مما أعطانا به أو من حق الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف علينا.